لو ما اتصرفتش يا جمعه بكره وجبنا الاجهزه الكهربائيه ماما هتفسخ الخطوبه. إيه؟ في زمن انعدمت فيه المعجزات بكره وانتهت فيه كلمه امل الجمعه اصبح كل يوم فيه شبه اللي فات. عدي يا ليلى عدي يا ليلى عدي يا ليلى. كان لازم يظهر بطل وكل بطل ورا حكايه. جمعه حكايته بدات يوم الجمعه. يا الله يا ماما ده حلوه قوي. وده حضرتك ب 20,000. كم؟ 20,000. ليه مهندس بترول انا؟ بنت توفي مش احسن من بنتي ولا ده لا الجوازه دي مش حته. ليه يا ماما؟ اسكت انت. يعني انا قصدي ان هو اوفر بادجت يعني. دي مش مشكلتي انا. ايه ده مكتوب عليها ب10 مش ب20. انا اسف اتلخبطت يا جماعه سوري. مش تركز يا ابراهيم انت ليه اتلخبطت؟ مش تركز. جمعة فرح باللي حصل. زغراتي هتهزي. وظهر في عيون حماته بطل. واخيرا حس ان الدنيا ضحكت له وخرج رفع راسه قدام حماته وخطيبته. والخبر انتشر والناس سمعوا عنه وبكل الطرق طلبوا المساعده منه. عايزينك يا بلاك فرايداي. الحقنا يا بلاك فرايداي. يا بلاك فرايداي. عشان جمعه راجل جدع قرر ينفذ طلباتهم بجد من غير دلع. الحق جمعه يوم الجمعه.